اسمعوا يا سيدات، أخيراً عاد الأمان إلى القبيلة، ويجب علينا أن نعمل جميعاً بجد. هيا بسم الله. ابنتي حليمة، لديك عمل كثير، يجب أن تخرجي بأسرع وقت كي تجمعي الأزهار من أجل الصباغ. لا داعي للقلق يا أمي، سأعمل بكل جهدي. جوجج ابنتي، أنت ستعملين على أحد الأنوال، أسواق حلبة تريد بضائعنا. حاضرة أمي. كيف حال السيدات؟ أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا بكم. تفضل أبي. لن أجلس، شكرا يا ابنتي. أردت رؤية الأخوات. سيدة هيمة، كيف هو الوضع؟ الأخوات وعدنا بأن يؤمنن البضائع لنا بسرعة. كل أسواق حلب ستفتخر إن شاء الله بعمل النساء. إن شاء الله سيدي. إن شاء الله. سيدي، بعد أن عدت للسيادة سنفعل كل شيء من أجلك. شكرا يا ابنتي. وأي واحدة تريد شكاية زوجها فباب خيمتي مفتوح لكن، لا تقلقن. ما هو الوضع؟ الوضع ليس جيداً يا سيدي، يجب أن نعيد ترتيب المحاربين. بعد استخدامهم لسلاحهم مع الخائن فقد نسوا المبارزة، ويجب أن تدربوهم دائماً كي يصبحوا على استعداد. أمرك سيدي. أمرك سيدي. هيا التوفيق. مرحبا يا أبطال. شرفتنا سيدي. كورد أغلو ألقى الشك في قلوبهم وجعلهم يتراخون أبي. سوف نعيدهم كما كانوا يا أرطغرل، وسيتحدون معا ضد الأعداء ويرصون صفوفهم ويشدون العزم لأجل القبيلة. لا تنسى هذا أبداً بني. إن أصبحت سيداً فجهز قبيلتك لخوض الحروب.